مباشرة من ريف دمشق. أهلا بك براء، يعني هل لديك معلومات عن هذا الخبر، سقوط صواريخ على المزة 86، خاصة وأن الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام توعد قبل أيام بقصف أحياء موالية للنظام انتقاما لمجزرة دوما التي ارتكبتها قوات النظام في عيد الفطر؟ نعم فعلا، الآن كنت على اتصال مع أحد القادة الميدانيين في الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وأكد لنا بأن الثوار يبدأون تنفيذ ما تم الحديث عنه البارحة من استهداف جديد للمربعات الأمنية في معقل النظام في كل من المزة 86 وحي حي المالكي، وهذا الحي المشهور والراقي وسط العاصمة دمشق وهو يبعد عن قصر الجمهوري أمتار فقط، وأيضا يتم استهداف المربع الأمني في منطقة كفر سوسة الشهيرة بأكبر أفرع أمن واستخبارات سورية داخل العاصمة دمشق. منذ قليل تم إطلاق العشرات من صواريخ من طراز كاتيوشيا 107 حسب ما قالت مصادر ميدانية عسكرية بعد أن تواصلنا معهم في الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وقالوا بأن الإصابات محققة وهناك فيديوهات وعدنا بها بأنها سوف يتم عرضها بعد قليل عن كافة إطلاق الصواريخ واستهداف المقرات الأمنية والعسكرية وسط العاصمة دمشق. يعني تم استهداف المزة 86 وهناك وعود باستهداف المنطقة الأمنية أو المربع الأمني في كفر سوسة وأيضا حي المالكي الذي يقع فيه منزل رأس النظام. تماما، حتى هذه اللحظات لم يهدأ القصف على المربعات الأمنية، ما زالت هناك قذائف في كل لحظة تتساقط فوق المربعات الأمنية وسط العاصمة دمشق. قبل قليل كنت على تواصل مع أحد الناشطين في العاصمة دمشق وأكد لنا وأرسل لنا بعض الصور من قلب العاصمة دمشق في حي المالكي، وأكد سقوط قذائف منها استهدفت مقرات أمنية في حي المالكي ومقرات تابعة للنظام السوري، وأيضا سقطت أكثر من 5 صواريخ كاتيوشيا منذ أقل من 10 دقائق طيب فقط براء، في منطقة المزة 86. براء هل هو تنفيذ لوعد معين من قبل الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام؟ يعني وعدوا بتنفيذ عملية انتقاما لمجزرة دوما، وستنتهي العملية هنا أم سيستمرون باستهداف الأحياء الموالية للنظام في دمشق؟ الحقيقة لم يتم التأكد من هذا الخبر، لكن أنا كنت على تواصل مع أحد القادة وقال لي بالحرف أنه سوف يكون هناك قصف يومي على هذه المناطق وعلى هذه المقرات، وسوف يكون هناك تهجير لمنطقة المزة 86 لأنها منطقة عسكرية وتشبيحية وهي تعتبر فعلا من أكبر الأحياء الموالية للنظام. نعم، وهي أكبر منطقة تشبيحية في العاصمة دمشق. أشكرك براء عبد الرحمن مراسل شبكة سوريا مباشر، حدثتنا عبر سكايب من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.